بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله هنشوف مع بعض النهاردة حاجة جديدة. هنتكلم النهاردة عن الـ Events. ايه هي الـ Events؟ هو مديول جاهز موجود في Node.js تقدر تستخدمه على طول وتشتغل بيه وتستخدم امكانياته كلها. هناخد حاجة واحدة من ضمن امكانيات الـ Events اللي هي Emitter. Emitter ديت فكرتها انك بتصنع بها الحدث. يعني ايه؟ Events عموما هي الحدث، او Event يعني حدث. حدث ده هو الشيء اللي بيتم عمله على السيستم، او حسب حركة الماوس حدث، طلب شيء حدث، تغيير او تعديل شيء ده حدث، اي حاجة بتحصل حدث. هنا احنا في الجافا سكريبت كنا بنعمل document get element by id مثلا، okay. في الجيكوري بنعمل جيب الاتريبيوت او الكلاس او الاي دي وتقول له اون كليك اور تشينج اور كي اب كي داون كده، يعني فوكس فولر. فانت بتشتغل بحسب نوع الحدث اللي انت محتاجه. هنا في النود جي اس هتشتغل بحسب الحدث اللي انت محتاجه، وكمان هتصنع الحدث، يعني انت اللي هتنشئ مسمى للحدث وتستخدمه. طيب بدايه عشان ابدا اشتغل على الايفنتس هعمل متغير هو اوريدي اسمه انف، وانا هخليه events، okay. وهاجي هنا ابدأ انادي على المديول على طول اسمه events، okay. كده انا شغلت المديول events. احنا هنا هنبدأ نشوف ازاي ننشئ emitter ونشتغل بيها ونعمل بيها حدث معين. فعشان ابدأ اشوف فكرة events عموما لابد اتعرف على حاجة اسمها event emitter emit emit function اللي هي بتنفذ عمليات الـ Event Emitter. فهنشوف ده. عشان أبدأ أشغل الحدث لازم أعمل له Stored على Variable تاني، فهسمي الـ Emitter ده، ممكن أسمي أي اسم، أقول Node، أسمي Node، أوكي. أنا هسمي Node، ده متغير اسمه Node عادي جدا. عشان أبدأ أشغل الـ Class Event لازم أقول له New Events اللي هو الموديول اللي أنا هشتغل عليه. بعد كده هشغل حاجة اسمها Event Emitter. الـ Event Emitter بقدر بيها أعمل حدث، أصنع بيها حدث وحط له Name وأبدأ أنادي على الحدث ده، أوكي. فبالتالي أنا هنا عملت Node Variable. عشان أبدأ أشتغل بقى بالـ Event Emitter ديت أعمل بيها الحدث، فهقول Node On بالطريقة دي كده، Node.On، أوكي. وهبدأ هيبقى عندي فيه اتنين بارامتر، اما البارامتر ده بيحمل قيمة معينة او اكتر من قيمة او ما بيحملش القيمة. بمعنى اول بارامتر على طول هو اسم الحدث اللي انت عايزه، اوكي. فبالتالي انا اسم الحدث هسميه say، اوكي، انا هسميه say، اسم الحدث say. بعد كده بيكون فيه anonymous function، والanonymous function ده ممكن احط فيه اكتر من بارامتر. على سبيل المثال هقول data m message، اشي message مثلا احط name، اوكي. دول تلات بارامترات انا ممكن ازود على البارامترز اللي انا عايزها. طيب اوكي، فبالتالي لو طبعت انا الداتا والمسج والنيم هبدا يعني اشوف ان انا اقول console log وهاجي فيها مثلا data، بعد كده احط plus message plus name، اوكي. طيب عشان بقى ابدا اشغل الحدث اللي هو اسمه say هنادي برضو على نفس المتغير node.emit، اوكي. طيب الامت دي وظيفتها ايه؟ يعني شغل الحدث ده لما يتم المناداة. طيب ايه الحدث ده بيشتغل ازاي؟ انا عندي اسم الحدث فوق say، اوكي. طيب لو قلت مثلا هنا say هيحصل معايا مشكله عشان في حاجه اقول لك عليها. طيب هنعمل build، هنا لاحظ قال لي نان، اوكي. الفاليو يعني مش موجوده اللي هي البارامترز اللي احنا نادينا عليها في الكونسول لوج. طيب فبالتالي هنا لازم ابدا احط البارامترز هنا داتا نود جي اس كورس، اوكي. تاني بارامتر مثلا على سبيل المثال تيست مسج، اوكي. تالت بارامتر نود جي اس based on JavaScript، okay.
انا اي حاجة بس تثبت ان انا شغال صح. فهعمل build. لاحظ قال لي Node.js course test message Node.js based on JavaScript. فبالتالي انا صنعت الحدث. انا ممكن اخلي فقط بارامتر واحد اللي هو data، وابدأ يعني امسح البارامترين التانيين دول، وابدأ انا على طول اقول build. حصل ايرور عندي هنا عشان انا في الكونسول بنادي على بارامترز مش موجودة، فبالتالي اقول build من تاني Node.js course. حتى كاتب كورس تقريبا غلط، ما علينا. فهنا ابدا عدد البارامترز على طول من بعد اسم الحدث، احط عدد البارامترز بكل سهوله. هذه اول فكره في فكره الايفنت، هنستخدم فيها ايفنت ايميتر وداله ايمت. هنشوف حاجات تانيه في الايفنتس ان شاء الله عز وجل. اشوفكم على خير في درس جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.